كشفت صحيفة لو باريسيان الفرنسية أن جاسوسا إيرانيا أبلغ إسرائيل بوصول الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إلى الضاحية الجنوبية لبيروت عقب تشييع قائد وحدة المسيرات في الحزب محمد سرور، وكان معه في نفس السيارة نائب قائد فيلق القدس في لبنان عباس نيلو بروشان. قالت الصحيفة إن إسرائيل انتظرت بدء اجتماع نصر الله مع قيادات الحزب لتنفيذ الغارة، كاشفة أن نصر الله وقادة الحزب اجتمعوا في موقع بعمق 30 مترا تحت الأرض. حضر الاجتماع إلى جانب نصر الله ونائب إلى جانب حسن نصر الله ونائب قائد فيلق القدس الإيراني، حضر 12 مسؤولا كبيرا من حزب الله. ووفقا للصحيفة الفرنسية، فقد الأشخاص المسؤولون عن اتباع ونقل تعليمات نصر الله كل الاتصالات به بعد التفجير مباشرة، فيما لم يتمكن أحد من تحديد مكانه أو التواصل مع من رافقوه.